بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل توعنا وناقصنا داود يا الملك استجوبتان وبرنامج كارا ومرتين وقوية الشيخ عبد الله محمد عيسى وكم إذا علماء خاصة دليرت قرادة ولبا ما أنت أنا مرتين وقوة برنامج كينن كار كا أينو كي يجي دونا ما أنت الشيخ وينو سيدو أينو دقائق الصوص عدا أينو الشيخ كده جي سدونا قرآن يو لبا أنا أشيد وقلت لك لي بشهر رمضان مركز شيخنا بركسولو ساب تي في. جزاك الله خير وأحسن الله إليك ولك يا شيخ جمعالي آد بدون ما أستنتهي وكل واهي برامجك سيدوك راح أمهد إلنعي وحن أمهد إلنعي ورباهين تساب تي في ويقوع عسون تيما أنت برامجك. جزاك الله خير آد بدون ما أستنتهي شيخنا وقورين بالآيات قرآن نوفر برنامجك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. إيه ما شاء الله، جزاك الله خير شيخنا. إلهي سبحانه وتعالى كابال مري آيات كابرانكا شيخ عبد الله واحد جرتا واحد تاين أنا أشيد في رمضان آيات ريس بشر رمضان أنا نشيدوي يا أنا أشيد بدو تركش بلقى هاي جم قشي يتعود يا شباب إن نورت وحويا وحنكون جد جيرنا بشي بركة سنة رمضان وبيل رنتي آد قيمة بدن ودتك مسلمين ت الله سبحانه وتعالى وكم نستي إن رمضان تاين آد لوقف إيدي استلوس دويه مركا وحندولا إن شاء الله تعالى إن كعبرو أبيض عربية وكساب سن بشهر رمضان. أيها الشهر الكريم 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 صاحب الفضل العظيم جئت يا رمضان تسعى جئت بالخير العميم جئت بالخير العميم جئت بالخير العميم جئت بالخير العميم جئتنا أهلا وسهلا ليتك شهر المقيم أنت للجنات تدعو كل ذي قلب رحيم كل ذي قلب رحيم كل ذي قلب رحيم. ما شاء الله ما شاء الله أهد بابا تقيرا لو أنك يطاوض يا شباب حن رجيلي ينات برين كون نلو داكتي جزاك الله خيرا شيخنا محاك لو بالنشيدة كلا يدون الشرتيبة في ليا وقلت لك الشيء يدون بشهر رمضان أديات نشيدين كويس كي ربذيهين لكن إن شاء الله تعالى وحان دوني نايدوك إن قدرنا إن شاء الله متكلا إن شاء الله بإذن الله ويدنا مركا كوسا بسن رمضان كأي فضاء إشيسا وحين أرانا سأسيدة رمضان يا شهر الفضائل والهمم شهر أفاض به الإله من النعم رمضان يا شهر الفضائل والهمم شهر أفاض به الإله من النعم
شهر الهدى فيه تنزل رحمة، قرآننا مسك الختام المغتنم. شهر الهدى فيه تنزل رحمة، قرآننا مسك الختام المغتنم. شهر الصيام عن الذنوب ورجسها، شهر الصيام عن الذنوب ورجسها، ما دام بالذكر اغتنى قلب وفم. وتصفد الشيطان فيه سلاسل، وبحبل ربي كل نفس تعتصم. رحماك رب اغفر ذنوبي كلها، وأرح فؤادا مثقلا من كل هم. رحماك رب اغفر ذنوبي كلها، وأرح فؤادا مثقلا من كل هم. رمضان يا شهر الفضائل والهمم، شهر أفاض به الإله من النعم. شهر الهدى فيه تنزل رحمة، قرآننا مسك الختام المغتنم. ما شاء الله، رمضاننا شهر الفضل والهمم. جزاك الله خير شيخنا، أدو مع سنتهاي داود يال waxaa martiin ugu aha barnaamij gaar ah oo ino soo bandhigay bisha Ramadaan maadaama ay ku jirno soo dhaweyn iyo kalgacayl ay u haylayno bisha Ramadaan awoodeed iyo jacaylkeedo dhowr nashiido uu sheekheynu ino diyaariyay al-ustaad al-sheekh Cabdulla Maxamed Ciise oo kamid ah culimada dhalinyarta magaalada Hargeysa insha Allah raxmaan barnaamijyo badan oo kalena sheekhana waan ku soo dhaweydna aba nashiido noqoto amba Allahumma salli ala Muhammad barnaamijyada kale ee ka baxa سبتي فيها النقطة هذا وقبها سنتي وقتها قيمة. جزاك الله خيرا. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله.